كسر دوادا داوديا وربحين عن كويجلو سديد يطبعن كينين بودلان أي كتو وتين مجال هذا قال كعيو لوجه حكومي إن أي كتر سرايان أورك على الشباب كتب من التوتي يدي جان هذا يكسر كل شيء ذا محمد عمر مودي وحاو كل شيء مجال هذا مركا قبل كشبه لها خص ده دي سوحة أي أفرت اليوكو سنتير محمد عبد الله أبكو علي وحاو كل شيء مريري وحاد أدي سويه سلطان هي تضرب سنتير علي إبراهيم نور شعيب وكم قاعد على علي جريد وحاو كل شيء تجمد أفقوي قبل كشبه لها خص دادي سوى حيها صدون يوسن سنة جر محمد محمود أحمد عمر وحقو كل شيء تجمد تشوفها قبل كشبه لها الحق دادي سوى حيها صدون يأفر سنة جر نجاية موسى معو سبري وحقو كل شيء حمر دادي سوى حيها صدون يستي سنة جر محمد علي كلاي وحقو كل شيء شلامبور قبل كشبه لها حسين دادي سوحا إيهاد أفرت سنة جر جامع مريدي حسين محمد وحاقو كل شيء قول مرير دادي سوحا إيهاد لبعت سنة جر سلمان محمود سليمان الفارسي وحاقو كل شيء بيدوى دادي سوحا إيهاد لبعت سنة جر إدريس محمد أفيري وحاقو كل شيء مقالة مبتشي عاصمة الصومالي دادي سوحا الوشي غي لباتن إيو شان سنة جر سهل عبد الله جامع وحاقو كل شيء لان مدو دادي سنة وحا الوشي غي صدن إيو لبا سنة جر فيصل أحمد بشير وكم قعدين كجس وحاقو كل شيء قال كعيو دادي سنة وحا إيو صدن إيو سنة جر محمد عبد الله أيان له أبيله وحاو كل شيء مريري دادي سنة وحايه صدر إيسان شان سنة جر قاسم عبد القادر جيلان حسين وكما قاعد يرى الترابي وحاو كل شيء مركة قبل كشبلها حسين دادي سنة وحايه صدر سنة جر محمد أحمد علي عوك وكما قاعد يرى جيري وحاو كل شيء مردشة عاصمة الصومالية دادي سنة وحاو الشيء صدر سنة جر عبد القادر أحمد أمال ورسمي أبو عبد الله وحاو كل شيء دقمده قال كعي دادي سنة وحاو الشيء غي صدن سنة جر محمد حاشي مومن سبري أبو طيب وحاو كل شيء بلد ويني قبل كهيرا دادي سنة وحاو الشيء غي كنتون إيو لبا سنة جر عبد القادر أحمد مرالي عبد القادر أحمد برالي موسى وحقو كل شيء قبل كشبه لها حسين لما شيء في المقالة صدن إيا لبسة مجرمة دادي سعي الوشي بي يوم بنتي محمد عبد الراجع المبوه هو كل شيء كسمايو دادي سنة الوشي بي كنتم إيا شان سنة جرم كمان داد كان إيا محكمة قبطة الله قلت لان وحا يكون حقوطي درتو كشاء شلي إيانا لبوفي انكستو أمورن آدو حوغن baraha bulshada ay ka dhalisay arintaas oo la sheegay in dadka qaarkood aan si cadaalad ah u xukumin oo waliba ay ku jiraan dad ganacsata ah ase maamulka Puntland waxa uu sheegay in raggaasi dhamaantood ay ka mid ahaayeen ururka Al-Shabaab dilal aad u fara badan ay ka geysteen deegaanada Puntland.